آخ يا أم تيسير، إذا بشرب حقلة زهورات ما رح روق ولا رح يهدى لي بال حتى أعرف شو صار بهالبنت وين عم تنام. لك المصيبة حتى أخواتها ما عم يجيبوا سيرتها قدامي. ومروان، وينه مروان؟ كمان مختفي. لك آخ ارحموني، حدا يجيب لي خبر عن ملاك. لك حتى لو كان خبر موتى أنا موافي. بعيد الشر. صدقيني يا أم تيسير، خبر موتى أرحم من نومتها برات البيت. ملاك كسرت خاطر. Thank you.